ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر الخير الكثير، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خيرات كثيرة، منها نهر الكوثر وغيره، ومنها أعطاه الله سبحانه وتعالى أن هذا الكوثر يصب في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب من هذا الإناء أن الذي يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. من الذي يشرب منه؟ الذي يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يتعلم السنة ويعمل بها ويدعو إليها ويصبر على العلم والعمل والدعوة، يكون الجزاء من جنس العمل، يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه يوم القيامة، نسأل الله من فضله. فالجزاء من جنس العمل، يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شربا من حوله، ويذاب أن يبعد عن هذا الحوض أقواما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يقال له، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا فيه التحذير من البدع، يمنع أهل البدع نسأل الله والسلام من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير، الكوثر والحوض وغير هذا، والشفاعة وغير هذا مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ومنة من الله، لابد أن تقابل النعمة بالشكر. إنا أعطيناك الكوثر، لابد أن تقابل هذا الإعطاء والخير الكثير بماذا؟ فصل لربك. الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، وانحر النحر والذبح أفضل الأعمال المالية. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة عليه الصلاة والسلام بيده في حجة الوداع، وأكمل عليه رضي الله عنه بقية 100. فصل لربك، يعني اجعل أعمالك البدنية لله، ومن أعظم هذه الأعمال الصلاة، شكرا لله. وقلنا إذا كانت العبادة لا تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن غيره من باب أولى، وأن العبد ما عقل وعلم لا يمكن أن تسقط عنه العبادة. وانحر، أي النحر الذبح هو من أعلى العبادات البدنية، فصل لربك وانحر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوة الناس وأمر بالتبليغ عودي، ورقة بن نوفل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون فيها جذعا حين أخرجها القوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فكل من يتبع حد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يلحقه شيء. قام هؤلاء أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بسبه وشتمه، ونسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء: إن شانئك مبغضك، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي أنكم أبغضتم هؤلاء ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن شانئك، أي مبغضك، كل من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأبتر. الأبتر هو المقطوع له عضو، أي لا خير فيه ولا ذكر له، وإن ذكر
فيذكر نسأل الله العافية والسلامة بالذنب كما سيأتي معنا في تبت يدا أبي لهب وتب. دلت هذه الآية يقول العلماء رحمهم الله أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر. أين أهل البدع الذين كانوا مثلا في زمن أتباع التابعين؟ أين هم؟ ذهبوا، ولا ذكر لهم إلا بالذنب. وأين الأئمة؟ أين الصحابة رضي الله عليهم؟ إلى يومنا هذا ونحن نترضى عن الصحابة نقول الأئمة الأربعة رحمهم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، نعم، تقي الدين هلالي رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله. لماذا؟ لأن هؤلاء أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فبقي لهم ذكر، وما زالت الحسنات تجري لهم حتى بعد الممات. إذن كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له ذكر، وكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالمقطوع له عضو، لا خير فيه ولا ذكر له، وإن ذكر نسأل الله العافية والسلامة يذكر بالذنب والدعاء عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيرة علم النبلاء عن الحجاج، قال الحجاج بن يوسف الثقفي له حسنات مغمورة في بحر سيئاته، نبغضه ولا نحبه وندعو عليه ولا نترحم عليه. أهل السنة يذكرون بالجميل. لو قال لك قائل كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ لأنه بعض الناس يشكل عليه هذا، كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نقول تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته تكون بتعلم السنة والعمل بها، تحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو إليها وتذب وتدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المحبة الحقيقية. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس لا يدري لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. الثاني لأنه سبب في هدايتنا، جعل الله سبحانه وتعالى سبب في هداية كل مسلم. ولو صنع لك إنسان معروفا لن تنسى له هذا المعروف، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم سبب في كل خير يأتيك في الدنيا والآخرة؟ نعم، جعل الله سبحانه وتعالى سبب. كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذل غاية ما في وسعه لتبليغ هذا الدين، وتحمل العذاب والمشاق والابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى بلغ هذا الدين، وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء نسب بسببها للجنون. قام عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. كذلك لو يفعل مسلم اليوم، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعلم الناس التوحيد وينذر عن الشرك، قالوا مجنون. كذلك لما آتاه الله سبحانه وتعالى، ما آتى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق. يقول بعض العلماء لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب السنة بالتعلم، نتعلم ونحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هذه الدورة في دراسة الأربعين النووية حتى نتعرف على أهم الأحاديث ونمشي على هذا، سواء كان في بلوغ المرام أو في غيره. العمل، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
والدعوة تكون أحيانا بالقول وأحيانا تكون بالفعل. ثم تصبر ثم تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يبقى لك ذكر. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر الذي لا خير فيه ولا ذكر له.